شاركت في المظاهرات الأمنية؟ لا في الحقيقة ما شاركتش. ليه ما شاركتش؟ لأنها غير مبررة. يعني أنا شايف إن لسه بدري قوي عشان نعمل مظاهرات عشان نقدر نحكم على حد لسه جاي ما بقالوش شهرين مثلا. مش مظاهرات امبارح، مش مظاهرات خالص. أنا شارك في مظاهرات ليه؟ أنا شاركت في مظاهرات 25 يناير، لكن ديت ما شاركش فيها. لا، لأن أنا عاوز البلد تستقر، عاوز البلد تستمر، عاوز البلد أول ما تبدأ تدوم أبوظها وأعدمها. بس ما شاركتش. انا حابب التغيير وحابب ان كل الكلام ده يتغير، بس اللي احنا شايفينه الوقت اللي فات ده كله بعد الوعود بتاع الدكتور محمد مرسي 100 يوم زباله وميه وكهرباء ما شفناش ولا حاجه من دي. انا ضد الاعتصامات. انا اشاركهم بس ما انزلش. انا ضد مبدا. شاركت في مظاهرات امبارح؟ لا والله، ما يعني ما بشاركش في اي مظاهره. ليه؟ لان حضرتك المظاهرات دي برضو بتعطل مسيرة الدولة كلها في كل حاجة، يعني بالنسبة للإنتاج، بالنسبة لكل الأعمال. لا طبعا ما شاركتش. ليه ما شاركتش؟ يعني حضرتك احنا بنقول عايزين الاستقرار اول حاجة، وندي فرصة للحكومة، ندي فرصة للرئيس مرسي، لسه برضو راجل ما مسكش، يعني ما كملش حوالي شهر، يدوله فرصة، ندي الحكومة الحالية فرصة. لا. ليه؟ يعني انا شايفه ان احنا احسن، طبعا في سلبيات كتير للرئيس مرسي لحد دلوقتي، بس احنا شايفه ان احنا احسن نديله فرصه اكتر شويه، لسه مفيش حاجه ظهرت. لسه يعني المظاهرات، انا طبعا ضد الناس اللي بتقعد تقول لا مش المفروض ان هم ينزلوا او مش المفروض ان هم يروحوا مظاهرات او كده، كل واحد من حقه انه يعبر عن رايه، مفيش اي مشاكل يعني. لا بصح للاسف يعني، لكن كان نفسي يعني. ليه؟ لا يعني ديكي شايفه مفيش حاجه اتصلحت في البلد، بالعكس حاجات كتير قوي بتبقى للأسوأ. يعني رؤيتك للمستقبل يعني بعد 3 شهور او مصر شايفها ازاي؟ انا شايف ان احنا في تطور وهنبقى للافضل، بس بالمساعدات. يعني ما ينفعش من مكان اقعد اقول نهدم ونسقط النظام وانا ما بشتغلش وانا ما بنتجش. يعني مش متفائله قوي، بس عندي امل ان مصر تتحسن، وان يعني ربنا يسهل ويطلع ويعمل يعني اللي هو قايله ويعمل. فاهمه قصدي؟ يعني ما نقدرش نحكم عليه من شهر او شهرين. بعد 3 شهور شايف في السوق. انا اتمنى تبقى حلوه، محدش يكره الخير، بس اللي انا شايفه في الوضع اللي احنا فيه ده لا. والله يا الله اعلم، ده علم ربنا، بس احنا نعمل اللي علينا، يعني نعمل اللي علينا بحيث الامور تبقى مستقره. ما اعتقدش هيبقى في تغيير كبير قوي في فتره 3 شهور، محتاجين وقت اكبر عشان نقدر نشوف التاثير على المدى البعيد. لا مش واضحه، لا مفيش حاجه واضحه خالص يعني.